في عامه الأول حقق نجاحا مبهرا وإقبالا جماهيريا رائعا، خاصة مع الأنشطة الفنية المختلفة، لأن هذا الأمر تراجع في السنتين الأخيرتين، وهو ما أعقبه انسحاب عدد من الناشرين من المشاركة به. إنه معرض فيصل للكتاب. وسط أجواء رمضانية يتوافد الزائرون على معرض الكتاب بمنطقة فيصل بالجيزة، أطفال وشباب ونساء وشيوخ يتجولون في أرجاء المعرض بحثا عن متعهم الثقافية والروحية. المعرض حاجة جميلة للأطفال، يعني أنا بجيب محمود حضرتك علشان يتعلم مهارة التلوين. كتب جميلة فيها الثقافة، أنا بحب جدا إن أنا أقرأ الكتب دي. في فقرات فنية كويسة جدا للأطفال، وفي الرسم والألوانات كويس جدا، فكل يوم بنيجي يعني فيه كويس جدا يعني. يشارك في المعرض 35 دار نشر تقدم إصداراتها بأسعار زهيدة، لذا فإن الإقبال على الشراء كان كبيرا، وحظيت الكتب الدينية والتاريخية بنصيب الأسد من المبيعات. الإقبال السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت، وإحنا طبعا مستنيين برضو الثلاث أيام الجايين يبقى الإقبال أكتر إن شاء الله. وطبعا الكتب الدينية طبعا عشان بمناسبة شهر رمضان طبعا في الغالب بتبقى هي الإقبال عليها أكتر، بالإضافة طبعا الكتب عندنا سلسلة مهرجان قراءة الجميع عليها إقبال كبير جدا، أسعارها مدعمة كلها، في كتاب ب2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه وأسعار رخيصة يعني. وبالإضافة الكتب السياسية، كتب الأدبية، سلسلة الجوائز، بعض كتب الأعمال الكاملة بتاع مؤلفين كبار على مستوى مصر والكلام ده كله، فطبعا في كتب كتيرة في الهيئة كلها ماشية يعني. الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد تسببت في توقف أنشطة المعرض 3 أيام حدادا على النائب العام، لذا قرر القائمون على المعرض مد أنشطته حتى 19 من الشهر الجاري. احنا معرض كتاب مأجرين عندنا ناشرين، عندنا 35 ناشر، قفلنا 3 أيام اللي كانوا حداد على النائب العام، فكان طبيعي ان احنا نعوضهم ب3 أيام تاني. ولكن لو بنتكلم عن الأنشطة الثقافية، فالأنشطة الثقافية والفنية اللي موجودة هي نفسها خط دفاع أيضا ومواجهة مع الإرهاب، فكان طبيعي ان احنا نغير البروجرام بقدر الإمكان. وعلى هامش المعرض أقيمت ندوات تنوعت موضوعاتها، لكن الحديث عن مواجهة الإرهاب كان الملمح الأبرز لها. بعلو الصوت قولوها بقلب واد فلاح، بصرخة في حلق بنت بنوت، عساكر مصر في حماكم، عساكر مصر مش للموت. مخلوق عجيب يا زمن ساكن ما بين الدم، أملاك بحلم وأماني تملاني ليه بالهم، أسقيك شراب الشباب تملالي كاسك سم، ما كنش دفن لك خال ولا قاتلك عم. وللأطفال هنا جناح خاص، في ورشة أطفال مستمرة في كل أيام المعرض. الورشة دي بتعلم الأطفال الحكي الشفاهي، الفوازير، الرسم، الغنى وما إلى ذلك. والورشة دي عليها إقبال كبير جدا، يعني أظن أنها عاملة جو السنة دي مهم للمعرض أن احنا نبص عليه. بشتري قصص للأطفال وبشتري قصص للكبار، أنا وأخويا جايين نشتري مع بعض وماما. السنة دي القصص اتغيرت وبقت حلوة أكتر من السنة اللي قبلها. أتعلم عشان لما أكبر أعرف كل حاجة عن العلوم والتواصل. أنا ماما جابت لي النهاردة في معرض كتاب عشان أقرأ وأتثقف وأعرف معلومات كتير. النسخة المصغرة لمعرض الكتاب التي تقام بمنطقة فيصل بالجيزة يرجع تاريخها إلى عام 2011، حين ألغي معرض القاهرة الدولي للكتاب بمدينة نصر بسبب أحداث الثورة. كان في حركة بيع كبيرة حتى في النهار قبل الفطار، كان في حركة بيع كبيرة، وامبارح كان في جمهور ضخم جدا. لا، المعرض محافظ على جمهوره الحمد لله، لأن هي منطقة ليها كثافة سكانية عالية وبتفتقد هذا النوع من الأنشطة بشكل عام، ما فيش أي موقع ثقافي هنا، فإحنا بنجيلهم بس من سنة للسنة. وبعد نجاحه في ذلك الحين قررت الهيئة العامة للكتاب إقامته سنويا كوسيلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق الشعبية المزدحمة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم.